أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما أسباب استمرار الوجود الأمريكي بالعراق؟ وما الغايات والأبعاد السياسية والعسكرية لإدامة زخم الوجود الأمريكي رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء المعارك ضد تنظيم الدولة وتحقيق النصر بعد تدمير المدن تدميرا شبه كامل؟ مستقبل الوجود الأمريكي في العراق فضلا عن أبعاده وغاياته ما يزال مجهولا، بل معلقا ما بين اتفاقيات مع الحكومة وبين رفض معلن من تيارات وحركات دينية وسياسية. وكذلك وفر الوجود الأمريكي غطاء كامل للميليشيات والقوات الحكومية في حربها ضد تنظيم الدولة. واشنطن تعتمد على الاتفاقيات المبرمة مع بغداد لوجودها في قواعد عسكرية. الاتفاقيات تتحدث عن دور أمريكي في عملية تدريب الجنود وتطوير القدرات القتالية للقوات العراقية. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن وجود خطة حكومية لخفض عدد قوات التحالف بشكل تدريجي. تصريح يراغ البعض هو لامتصاص غضب المعارضين للوجود الأمريكي بعد 7 سنوات تحول من المحتل إلى عنوان جديد عبر بوابة القضاء على الإرهاب. في هذه الأثناء كيف نقرأ تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الوجود الأمريكي في العراق سيزداد رغم التصريحات الأمريكية المبكرة حول الانسحاب الكامل للقوات المسلحة من هذا البلد؟ ماذا يعني تأكيد الولايات المتحدة أنه إلى الآن أن النصر العسكري على داعش لم يتم بشكل حاسم؟ لذلك يرى مراقبون أن الولايات المتحدة تؤسس اليوم لاستراتيجية جديدة في العراق وليس الملف السوري منها ببعيد. إذن مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة نسلط الضوء على استمرار الوجود الأمريكي بالعراق، الأسباب والغايات. وأرحب بضيفي في الاستوديو العقيد الركن الأستاذ حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري. مرحبا بك أستاذ حاتم. وأيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، أهلا بك أستاذ لبيد. أبدأ معك أستاذ حاتم الفلاحي سيادة العقيد الركن، يعني ما دوافع استمرارية زخم الوجود الأمريكي في العراق؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. أنا أعتقد بأنه الوجود الأمريكي منذ عام 2003 إلى اليوم الوجود العسكري لم ينقطع عن العراق أبدا، وإنما كان هناك تواجد لهذه القوات رغم إعلان الانسحاب في عام 2011 بالاتفاق مع الحكومة العراقية في تلك الفترة. الوجود الأمريكي بعد عام 2014 تم تبريره بأنه لمواجهة تمدد تنظيم الدولة وسيطرته على كثير من المحافظات سواء كانت في المناطق السنية أو في سوريا، وبذلك بدأت الولايات المتحدة بالعودة تدريجيا إلى العراق بإرسال بعثات بأعداد قليلة في البداية، ثم ازداد هذه الأعداد ازدادت شيئا فشيء إلى أن وصلت إلى أكثر من 8400 جندي أمريكي متواجد على الأرض العراقية. إذا نحن نتكلم عن تواجد أمريكي متدرج في العراق إلى أن وصل بهذه الأعداد الكبيرة جدا، علما بأنه الجندي الأمريكي الذي يقضي أقل من 3 أشهر لا يحسب على هذه القوة المتواجدة في العراق. إضافة إلى هذا بأن التحالف الدولي الذي تم تشكيله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تمدد تنظيم الدولة أيضا يعتبر من ضمن الوجود العسكري الموجود في العراق. الآن بعد أن أعلنت الحكومة العراقية انتهاء العمليات العسكرية مع تنظيم الدولة في العراق، بدأت الأصوات تنادي بإخراج هذا الوجود الأمريكي من العراق. ولكن هل الوجود العسكري الأمريكي في العراق هو لغاية واحدة لمقاتلة تنظيم الدولة؟ أنا أعتقد بأن هناك غايات كثيرة جدا ودوافع رئيسية دفعت بالقوات الأمريكية التواجد في هذه المنطقة. أنا أعتقد بأنه من ضمن هذه الأشياء التي تم تسويقها أنه أمريكا تريد أن تعيد ترتيب الأوضاع في العراق وفي المنطقة بما يخدم المصالح الأمريكية في الفترة المقبلة، لأن أمريكا عندما جاءت إلى العراق وأعلنت دخولها في الفترة السابقة منذ عام 2003 إلى خروجها عام 2011 اعتبروه جميع أو كثير من السياسيين الأمريكان والعسكريين بأنه خطأ استراتيجي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصرف هذه الأعداد الكبيرة من الخسائر من الآليات ومن العسكر ومن الجنود، إضافة إلى صرف أكثر من 2 إلى 3 تريليون دولار على العراق، وبالتالي يتم الخروج من العراق. هذا الخطأ استراتيجي بأنه أمريكا انسحبت من العراق
وسلمت هذا البلد إلى إيران من خلال الأدوات الموجودة ومن خلال التوسع والنفوذ الإيراني في العراق. إذن نحن نتكلم عن خطأ ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة السابقة عندما خرجت عام 2011 بعد أن أعطت هذه الخسائر الكبيرة وسلمت هذا البلد إلى إيران، وبذلك تقريبا أنهي التواجد الأمريكي العسكري الذي يمكن أن يغير الأوضاع في المنطقة. هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية بأنه الوجود العسكري الأمريكي الآن، أنا أعتقد بأنه وجود طويل الأمد، والدليل على هذا بأنه القوات الأمريكية عندما جاءت إلى العراق خلال الفترة السابقة اعتبرته بأن هذا الأمر يعتبر هو أمن قومي أمريكي يشمل بقاء هذه القوات لأغراض متعددة، من ضمنها بأن التمدد الإيراني في المنطقة يجب أن يكون هناك حد فاصل لهذا التمدد، سواء كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أو في البحرين. وجود هذا التواجد العسكري الأمريكي قد يسبب أو سيعمل على تقويض التمدد الإيراني في المنطقة، وبذلك أصبحت مصلحة كبيرة جدا ببقاء هذه القوات في هذه المناطق. يضاف إلى هذا بأنه المصلحة الاقتصادية الأمريكية تقتضي السيطرة على منابع النفط في هذه المنطقة، وخاصة أن العراق لديه احتياط نفطي كبير جدا. لذلك الآن نرى بأن القواعد الأمريكية تنتشر من أربيل إلى الشمال السوري. هذه المنطقة هي منطقة غنية بالنفط بشكل كبير جدا، ولا بد الولايات المتحدة من أن تؤمن المصالح الأمريكية في هذه المنطقة. يضاف إلى هذه النقاط بأنه أهمية العراق استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا للولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر العراق مهم جدا في السياسة الأمريكية، ويعتبر هذا البلد قد يكون هو نقطة انطلاق لتوسع أمريكي ولسيطرة تامة في الفترة المقبلة. يضاف إلى هذا بأنه التواجد الأمريكي قد ينسجم مع تطلعات أمريكا في رسم الخريطة السياسية للمنطقة وإعادة توزيع وتقاسم النفوذ مع روسيا، وهذا ما يجري الآن في سوريا وما يجري في العراق وما يجري في ليبيا وما يجري في اليمن وفي مناطق كثيرة. إذن أمريكا تريد لهذا التواجد العسكري في هذه المنطقة أن يكون موطأ قدم للقوات الأمريكية إذا ما أرادت أن تدخل بشكل أكبر في الفترة المقبلة. لذلك بأنه الغايات الوجود التواجد العسكري في العراق له غايات متعددة، وأنا أعتقد بأنه سيأخذ وقت كبير جدا في الفترة المقبلة، قد يطول إلى أكثر من 5 سنوات. الآن ما يرشح من تسريبات بأنه سيكون البقاء في العراق لمدة 5 سنوات، ولكني أعتقد بأنه الوجود الأمريكي سيستمر لفترة طويلة، والدليل على هذا بأن هناك أكثر من 12 قاعدة أمريكية في العراق، إضافة إلى قواعد ثانوية أيضا تتواجد، إضافة إلى القواعد العسكرية المتواجدة في سوريا. أستاذ لبيد الصميداعي، مرحبا بكم مرة أخرى. إعادة ترتيب الأوضاع في العراق والمنطقة بما يخدم المصالح الأمريكية، هذه من الأهداف التي تحدث عنها الأستاذ حاتم الفلاحي. أيضا هناك وجود أمريكي طويل الأمد بما يتفق، والأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى موقع العراق اقتصاديا استراتيجيا بالنسبة للولايات المتحدة، كلها أسباب وغايات تجعل الولايات المتحدة تضع العراق نصب عينيها كنقطة انطلاق نحو التوسع. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مرة أخرى. اسمح لي أن أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي جميع الكل والأقوات المشاهدين. في البداية يجب لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة العراقية قبل نحو أسبوعين أشارت إلى أن القوات الأمريكية بدأت تخفض من عددها، باعتبار أن الحكومة أعلنت النصر على تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن المتحدث باسم البنتاغون أعتقد إيريك ياهون سرعان ما كذب هذا الخبر ورد على المتحدث باسم الحكومة العراقية وقائلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي سحب أي من جنودها المتواجدين في العراق، ثم ذكر أرقاما أعتقد قال نحو 5500 وبين 5500 إلى 6000 جندي موجودون الآن في القواعد الأمريكية المنتشرة في العراق، بالإضافة إلى أكثر من 2000 جندي موجودين في سوريا. هذه سرعة الرد والتكذيب الأمريكي غير الدبلوماسي قال يؤكد بأن أمريكا لا تنوي سحب قواتها من العراق. وأنا أعتقد أن أمريكا عندما احتلت العراق وقبله احتلت أفغانستان لم تأتي إلى هنا وتقطع آلاف الأميال وترسل حاملات الطائرات وقوات
كل تكنولوجيا الحرب الإلكترونية الجديدة إلى هذه المنطقة لم تأتي لكي ترحل عنه. الوجود الأمريكي في المنطقة سيتمدد وسيبقى إلى أمد غير منظور، خصوصا بأن المنطقة تزداد سخونة يوما بعد يوم. نحن نتذكر أن الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 عند إذن في ذلك الحين لم تكن هناك أي ساحة عربية ساخنة، لا في محيط العراق ولا في محيط الأبعد من العراق، لكن سرعان ما تسخن الوضع في سوريا وفي الدول المحيطة بالعراق، اليمن وهي دولة قريبة، والساحة أصبحت تشهد حراكا شعبيا ممزوجا بعمليات مسلحة في مصر، في لبنان، في فلسطين إلى آخره. أستاذ حاتم الفلاحي، القوات الأمريكية الموجودة في العراق يعني على هيئة قواعد، كم قاعدة موجودة إلى الآن؟ هذه القواعد أيضا لماذا حددت الولايات المتحدة أن تكون هذه القواعد في غرب وشمال العراق؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية لديها اتفاقية مع كردستان العراق على إقامة 5 قواعد أمريكية في كردستان العراق خلال الفترة السابقة. يضاف إلى هذا بأن القوات الأمريكية الآن تسيطر في محافظة الأنبار على قاعدتين، هي قاعدة الأسد وقاعدة الحبانية. يضاف إلى هذا قاعدة بلد وقاعدة التاجي، أيضا قاعدة التاجي، يضاف إلى ذلك قاعدة سبايكر في صلاح الدين وقاعدة الجيارة، مع بناء عدد من القواعد الصغيرة في حمام العليل وفي سد الموصل، والآن هناك قاعدة في الرطبة أيضا أمريكية تبنى من جديد. يعني في مجملها كم قاعدة؟ 12 قاعدة رئيسية، وهناك قواعد أخرى أو مواقع عسكرية أمريكية أخرى صغيرة قد تكون في مناطق متعددة من العراق مثل سد الموصل ومثل حمام العليل، أو في مناطق أخرى مثل الرطبة وفي التنف التنف السوري. هذه القواعد الأمريكية المنتشرة في هذه المنطقة تعطي دلالة واضحة على أنه الأمريكان لن يخرجوا في الفترة المقبلة. يضاف إلى هذا بأنه الميزانية الأمريكية طلب البنتاغون بإعطاء أو تخصيص مبلغ للعراق يقدر بمليار و300 مليون دولار في ميزانية عام 2018، وبذلك تخصيص هذه الميزانية يعطي صورة واضحة على أنه التوجه الأمريكي في المنطقة أو في العراق بالذات بأنه لن يكون هناك خروج للقوات الأمريكية خلال الفترة المقبلة. أنا أعتقد بأن التواجد الأمريكي هو بما يضمن مصالح إسرائيل في المنطقة أيضا. يضاف إلى هذا بأنه التواجد الروسي في المنطقة كان يجب أن يكون هناك توازن مع الوجود الروسي في سوريا، وكان من ضمن هذا التواجد هو انتشار هذه القواعد في هذه المناطق، سواء كان في الشمال السوري أو سواء كان في العراق بالمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية من العراق. إذن القوات الأمريكية تنتشر في جميع هذه القواعد العسكرية، لديها قوات ولديها قوات جوية كبيرة جدا. يضاف إليها بأن هذه القوات تقوم بأعمال الاستطلاع وتقوم بأعمال جمع المعلومات والاستخبارات وتقديم الدعم اللوجستي وما إلى ذلك من أمور. إذن نحن نتكلم عن تواجد أمريكي واضح المعالم في العراق، وهذا التواجد قدم للقوات الحكومية في الفترة السابقة من خلال المعارك التي دارت مع تنظيم الدولة، قدم لها المعلومات الاستخبارية وقدم لها الدعم اللوجستي وقدم لها التدريب وقدم لها الكثير من الامتيازات، الأسلحة والقصف المدفعي والطيران وما إلى ذلك. إذن نحن نتكلم عن تواجد أمريكي حقيقي في العراق من خلال هذه القواعد الأمريكية. لماذا تتضارب التصريحات الأمريكية يعني حينا وحينا آخر؟ تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة أخطأت في الانسحاب من العراق عام 2011. نعم، أكيد الانسحاب الأمريكي عام 2011 كان انسحاب مثل ما سماه الكونغرس الأمريكي غير مدروس، انسحاب غير مدروس، وقسم اعتبر بأن الخروج الأمريكي من العراق هو هزيمة كبيرة جدا. الآن القوات الأمريكية عندما تتكلم عن البقاء في العراق، لأنها تقول بأنه عام 2011 خروجنا من العراق أعطى فرصة كبيرة جدا للنفوذ الإيراني بأن يسيطر على العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، وبالتالي ما موجود الآن من سطوة لهذه الميليشيات التي تديرها إيران حقيقة هو جزء من النفوذ الإيراني المتواجد في العراق، سواء من خلال الأدوات السياسية أو من خلال الأدوات الأمنية والعسكرية. وبالتالي خروج القوات الأمريكية الآن في عام 2018
هو يعتبر تكرار للخطأ نفسه الذي كان في عام 2011. لذلك لن نكرر هذا الخطأ بالخروج من العراق، كما إن خروجنا في عام 2011 أعطى مبرر لتنظيم القاعدة بأن يحاول أن يعيد نفسه من جديد، وكان هناك تنظيم الدولة بعد تنظيم القاعدة. اليوم خروجنا من العراق يعتبر تكرار أيضا لنفس الخطأ، بأن هذه التنظيمات الإرهابية سوف تعود مرة أخرى إلى العراق، لأننا خرجنا من العراق لعدم قدرة القوات الحكومية على مواجهة مثل هذه التحديات. وبذلك القوات الأمريكية المتواجدة الآن تقول بأن القرار السياسي قد اتخذ بعدم الخروج من العراق، لن يكون هناك خروج أمريكي، قد يكون هناك تخفيض لقوات التحالف الدولي رغم الاجتماع الذي جرى للتحالف الدولي في الفترة السابقة والاتفاق على البقاء في العراق، ولكن سيكون هناك تخفيض لهذا الدور في الفترة المقبلة. أستاذ لبيد الصميدعي، ما الأبعاد السياسية لإدامة زخم الوجود الأمريكي في العراق؟ هناك أكثر من بعد سياسي للتواجد الأمريكي في العراق. فيما يتعلق بالحكومة الحالية، نعرف أن حيدر العبادي هو الشخص الأكثر المرغوب أمريكيا، ولا أمريكا لا تجد ولا تستطيع إيجاد بديل أفضل من حيدر العبادي. والعبادي هو أجاد اللعب على الحبال، ويعرف كيف يمسك العصا من الوسط فيما يخص التوازن بين قربه أن يقف على مسافة معقولة بين السيد الأمريكي والسيد الإيراني، واستطاع بالحقيقة أن يتجنب كثير من الألغام حيدر العبادي. نراه مرة يشيد بالحشد، ومرة أخرى يدعي بأن الحشد انتهى مفعوله بعد أن تحقق ما يسمى النصر على داعش. أمريكا من الناحية الأخرى تريد أن تعزز نفوذها في العراق، لأن النفوذ الأمريكي الإيراني أصبح يتنامى ويتمدد في العراق. وهناك مشكلة أخرى تواجه أمريكا بأن تكمن في كون أن اللاعبين الأساسيين في الملف السوري ممثلين بروسيا وإيران، بدأ نفوذهم يكبر على حساب ضعف المقاومة أو الفصائل المسلحة السورية، ثم أن تركيا دخلت بقوة في منطقة عفرين، ومن المؤمل أن تتمدد أيضا يتمدد الوجود التركي. لذلك فالتواجد الأمريكي في العراق متوقع أن يكبر يعني، والقواعد الموجودة والتي أشار إليها ضيفكم الكريم في العراق من المتوقع أن تتعزز كما ونوعا، بالإضافة إلى استحداث قواعد جديدة في سوريا، وهناك حاضنات للقواعد الأمريكية المؤمل إقامتها في سوريا، خصوصا أن الأكراد وفروا حماية جيدة للمستشارين الأمريكان، وهناك كانت هناك قواعد مؤقتة كما نتذكر على الحدود العراقية الإيرانية العراقية السورية، بفضل هذه الحماية، بفضل وجود قوات حماية الشعب الكردية. نعم، سأعود إليكم مرة أخرى أستاذ لبيد. أستاذ حاتم، بما تختلف عودة الاحتلال الأمريكي عن السابق؟ نعم، عودة الاحتلال الأمريكي الآن إلى العراق أولا جاءت بطلب من الحكومة الموجودة في بغداد. سابقا يعني تعرف عام 2003 أمريكا لم تستجيب حتى بعدم إصدار قرار من مجلس الأمن يخولها الدخول إلى العراق، وإنما تجاوزت كل القوانين الدولية ضاربة فيها عرض الحائط والمجيء إلى العراق باتباع شريعة الغاب. الآن القوات الأمريكية جاءت إلى العراق بطلب حكومي للمساعدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى هذا بأن الوجود العسكري الآن هو وجود متدرج. الوجود السابق كان هو عملية احتلال شامل لهذا البلد، الآن القوات الأمريكية جاءت في قواعد محددة وبأعداد محددة إلى العراق وبصورة تدريجية، وهذا اختلاف عن الفترة السابقة. يضاف إلى هذا بأن القوات الأمريكية الآن لا تريد المواجهة المباشرة في العراق مع أي طرف كان، لذلك هي تحاول أن تستخدم أدوات في هذه العودة في العراق على أن تقدم الدعم اللوجستي وتقدم المعلومات الاستخبارية والدعم الجوي، الذي أعتقد بأنه كان العامل الحاسم في حسم المعركة خلال الفترة السابقة. لذلك هناك اختلاف في العودة، ولكن أنا أعتقد هذا من حيث الشكليات، ولكن إذا جئنا إلى جوهر العودة الأمريكية، أمريكا جاءت إلى العراق
لكي تحقق المصالح التي لم تستطيع أن تحققها في عام 2011. وبالتالي ما موجود الآن من نفوذ إيراني يزاحم النفوذ الأمريكي في العراق، وقد تكون الفترة المقبلة مقبلة على صراعات قوية جدا ما بين النفوذ الإيراني والنفوذ الأمريكي لغرض السيطرة ولغرض النفوذ ولغرض تحقيق المصالح. البعض يرى بأن القواعد الأمريكية التي بنيت في الشمال وفي الغرب هي كانت لتفتح البوابة مستقبليا على مواجهة أمريكية إيرانية، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ نعم أكيد، يعني وجود القواعد الأمريكية في العراق بهذا في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية من العراق يعطي دلالة واضحة على أنه، وفي شمال سوريا أيضا، أمريكا تريد تحجيم النفوذ الإيراني في العراق وفي المنطقة، وبالتالي وجود القواعد الأمريكية على طول هذا الخط سيمنع الاتصال الإيراني باتجاه البحر الأبيض المتوسط، طريق الحرير الإيراني الذي تكلمنا عنه بأنه ينطلق من قصر شيرين باتجاه ديالة ثم إلى منطقة الحضر ثم إلى منطقة البعاج، ومن ذلك باتجاه الحدود العراقية السورية وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وبذلك ينقطع الدعم الإيراني لحزب الله في لبنان وفي الميليشيات التي تقاتل في سوريا. إذن هو جزء من المواجهة التي تحسب حساباتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي المنطقة، بأن هذه القواعد أولا ستكون بعيدة جدا عن التهديد الإيراني في الفترة المقبلة، طالما أنها تكون في مناطق يعني الغالبية هي مناطق سنية لا تواجد فيها إلى للقوات أو النفوذ الإيراني في هذه المنطقة. يضاف إلى هذا بأن هذه القواعد تؤمن قاعدة أمينة للقوات الأمريكية إذا ما أرادت أن تستخدمها باتجاه إيران. يعني الآن هناك تصريحات على أنه القاعدة الأمريكية في منطقة السليمانية في منطقة حلبشة تشكل تهديد كبير جدا للأمن القومي الإيراني، علما بأنه الآن النفوذ الإيراني في المنطقة تكاد يكون محيط بإيران من جميع الجهات. هناك قواعد أمريكية في عمان، هناك قواعد أمريكية في قطر، هناك قواعد أمريكية في البحرين، هناك قواعد أمريكية في الكويت، وهناك قواعد أمريكية في العراق وفي تركيا وأفغانستان. وبالتالي نحن نتكلم عن قواعد أمريكية تنتشر في المنطقة بإمكانها أن تؤدي الغرض المطلوب إذا كان ما كان هناك عمل باتجاه إيران. علاقة الأمريكيين بالأكراد إلى أي مدى يهيئ لصفحة جديدة تكون فيها إيران الهدف الأول لأمريكا، وخصوصا أن هناك قاعدة أمريكية في منطقة حلبجة؟ نعم أكيد، يعني بأنه الأكراد يعتبرون شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية طوال الفترة السابقة، يعني منذ قبل الاحتلال إلى أن تم احتلال العراق وبعد الاحتلال. ولكن ما جرى في الفترة السابقة بأنه الوكلاء التي جاءت بهم أمريكا في الفترة السابقة ونصبتهم على حكم العراق، أصبحت هذه الأدوات أو هؤلاء الوكلاء تحولوا إلى إيران وأصبحوا وكلاء لإيران أكثر ما هم وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية. الأكراد البرزاني لم ينصاع إلى التعليمات الأمريكية في الفترة السابقة، ومع هذا بأنه كثير من الأكراد كانوا داعمين لمسألة الاستفتاء، ولكن هناك أطراف أخرى كانت تعمل مع الإيرانيين بشكل كبير جدا، وكان هناك تنسيق عالي، وهذا ما حدث في كركوك ودخول القوات الحكومية إلى منطقة كركوك بدون قتال بالتواطؤ مع أحد الأطراف في كردستان. لذلك أنا أعتقد بأنه إذا ما كانت هناك مواجهة مع إيران في الفترة السابقة في الفترة المقبلة ومع أدوات إيران، أعتقد بأن الأكراد قد يكونون طرف رئيسي في المعادلة المقبلة. وهناك نقطة مهمة ذكرتها أستاذ حاتم، ولكن سنناقشها بعد فاصل قصير، وهي أن العراق يراد له أمريكيا التوسع ليكون نقطة انطلاق ورسم الخارطة السياسية وتقاسم النفوذ مع روسيا. عن هذه النقطة سوف نتحدث ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل النقاش، كونوا معنا.
أهلا بكم مرة أخرى. نسلط الضوء في هذه الحلقة على استمرار الوجود الأمريكي في العراق، الأسباب والغايات، وبالعودة إليك الأستاذ لبيد الصميدي عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، يعني كيف ستكون طبيعة أو شكل المرحلة المقبلة مع تصادم الأجندات المتصارعة على أرض العراق؟ فيما يتعلق بالعراق، الساحة العراقية أصبحت بالحقيقة أكثر وضوحا مما هي عليه الساحة السورية، لكن دعنا نمر على هذه بشكل مقتضب على الساحة العراقية. الساحة العراقية بعد 2017، أي بعد ما يسمى بالنصر على تنظيم الدولة الإسلامية، أصبح مختلفا عما كان قبله. تنظيم الدولة الإسلامية تحول تكتيكيا إلى حالة أخرى، حالة حرب العصابات والكر والفر، وتبين واضحا أن الحكومة العراقية تسرعت في إعلان النصر على هذا التنظيم، لأن التنظيم أثبت وجوده في كثير من العمليات، وكان آخر هذه العمليات ما جرى ليلة أمس الأحد عندما حدثت مجزرة كبيرة راح قتل فيها أكثر من 40، قتل وأسر أكثر من 40 من القوات الحشد الشعبي في الحويجة، معظمهم من قوات بدر، وحدث أيضا مجزرة أخرى في الرطبة عندما تعرض القوات الحكومية القوات الجيش إلى أيضا هجوم مباغت. يبدو أن العراق سيشهد معارك لكن تختلف في طبيعتها عن المعارك السابقة، يعني تنظيم الدولة سيتجنب الاحتلال مدن والسيطرة عليها والانشغال بإدارتها. هذا سيستنزف بالتأكيد قوات الحكومة، وهذا يستدعي دعما أمريكيا. أمريكا لا تتدخل مباشرة، والطيران الأمريكي وقوات التحالف الدولية التي شكلتها أمريكا تفقد فاعليتها في عندما تكون الحرب على هذه الشاكلة. الوجود الأمريكي كما قلنا وكما تحدث ضيفكم الكريم ضروري جدا من أجل معادلة النفوذ الإيراني في المنطقة، لكن من المستبعد أن يحدث تصادم بين أمريكا وإيران، لأن كلتا الدولتين لا ترغبان في حدوث مثل هذا التصادم. الصراع موجود وسيتعزز هذا الصراع وسيستمر هذا الصراع، لكن هذا الصراع على النفوذ ولن يترجم إلى عمل عسكري مسلح. ولكن البعض اسمح لي فقط في هذه النقطة ننتقل إلى الأستاذ حاتم. أستاذ حاتم، البعض يرجح بأن لأمريكا مصلحتها فقط، وهذه المرحلة سوف تنتهي بانتهاء المصلحة الأمريكية، وبالتالي العلاقة التخادمية ما بين إيران وأمريكا في العراق سوف تنتهي خلال بضع سنوات. هل هذه الحدود معقولة ومنطقية على الأرض وفق المعطيات؟ نعم، بداية أقول بأن هناك ملفات كثيرة شائكة ما بين أمريكا وبين إيران في المنطقة. من سمح للتمدد الإيراني في المنطقة بهذه الكيفية؟ أمريكا هي من سمحت لإيران أن تتمدد. التخادم الإيراني، هناك قبول بوجود نفوذ إيراني في العراق مقابل موافقة إيران على وجود تواجد عسكري إيراني أمريكي أيضا في العراق. إذن هناك تقريبا شبه اتفاق ما بين الطرفين على التواجد في العراق، ولكن الإشكال الذي يحصل في العراق وفي المنطقة على حجم النفوذ لكل طرف من هذه الأطراف. أمريكا الآن تحاول أن تحجم النفوذ الإيراني في العراق وفي المنطقة، والإيرانيين يحاولون أن يضغطوا باتجاه الحصول على أكبر ما يمكن من النفوذ ومن المصالح الإيرانية في المنطقة وفي العراق. الإشكال يكون على حجم النفوذ وحجم المصالح التي لكل طرف. أما وجود الإيرانيين كان باتفاق مع إيران منذ البداية، وجود اتفقت أمريكا على الدخول إلى العراق وإلى أفغانستان، وكانت هناك موافقة إيرانية وكانت هناك مساعدة إيرانية على الدخول. بعد أن خرجت عام 2011 كان أحمد نجاتي في العراق قبل أن تخرج القوات الأمريكية، وقال سلمنا الفراغ بعد خروج القوات الأمريكية من العراق، وهذا ما حصل. إذن النفوذ الإيراني الموجود في العراق هو بموافقة أمريكية بدءا منذ الحكومات السابقة وإلى اليوم. الإشكال الذي يحصل على حجم النفوذ ما بين أمريكا الآن
تحاول أن تقول بأن مثل ما صرح الرئيس الأمريكي بأنه سترى إيران كم كان أوباما طيبا معهم في الفترة السابقة، وبذلك يحاول أن يضغط في كثير من الملفات، يحاول أن يضغط على حزب الله بدرج كثير من التفاصيل على قائمة الهرب كثير من الشخصيات، إضافة إلى ملاحقة كثير من الشخصيات الاقتصادية التي تعمل على تهريب المخدرات وما إلى ذلك. درج عدد من الميليشيات العراقية على لائحة الإرهاب الأمريكية، وهذه جميعها هي عوامل ضغط على إيران لغرض التراجع عن كثير من النفوذ أو تحجيم نفوذها في المنطقة. أمريكا تحاول أن تضغط لغرض أن تحصل على شيء فقدته عام 2011 بخروجها من العراق. لذلك حتى ما يصدر الآن من تصريحات من قبل الميليشيات أو من قبل بالتهديد لأمريكا بأنها ستقوم بضرب القوات الأمريكية وما إلى ذلك، هذه الأدوات أو هذه الميليشيات هي أدوات إيران في العراق. لن تكون هناك مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكان إلا بموافقة إيران. يعني هذه الميليشيات عندما تريد أن تعود بالقرار سوف تعود إلى إيران. إذا سمحت إيران بهذه المواجهة فأنا أعتقد بأن المواجهة لن تكون في العراق فقط، وإنما قد تكون هناك مواجهة شاملة في المنطقة. لذلك هذه الميليشيات لا تملك من أمرها شيء، وإنما تنتظر الأوامر التي تصدر من إيران. الإيرانيين والأمريكان يحاولون أن يتفاوضون على كثير من الملفات، من ضمنها الملف النووي الإيراني، ومن ضمنها حجم الوجود في سوريا وحجم الوجود في العراق. وإذا تم الاتفاق على هذه الملفات فلن تكون هناك مواجهة في المستقبل القريب. إضافة إلى هذا بأنه الانتخابات المقبلة في العراق ستحدد إلى أين تتجه البوصلة الأمريكية في العراق. إذا ما تم سيطرة الحشد الشعبي أو هذه الميليشيات على القرار السياسي من خلال دفع العناصر التابعة لهم، فأنا أعتقد بأنه سيكون هناك إشكال كبير جدا مع القوات الأمريكية في الفترة المقبلة. سيكون شكل الفعل الأمريكي في حال يعني حصل الحشد على المزيد من الأصوات في الانتخابات؟ عندما نقول حشد نقول نفوذ إيراني. لن توافق أمريكا على أن إيران يكون لها نفوذ كبير جدا في العراق في الفترة المقبلة. هذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة. فإذا ما كانت هناك الآن هي تحاول أن تدعم القوات العسكرية بشكل كبير جدا، يعني حتى الآن الاتفاقيات التي تبرم مع اللجنة التنسيقية التي اجتمعت في الفترة السابقة على ضوء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تم التوصل إلى عدد من النقاط. من ضمن هذه النقاط هو دعم القوات الحكومية خلال الفترة المقبلة من خلال تسليحها وتجهيزها وإعادة هيكلية كثير من القطاعات، ودعم رئيس الوزراء العبادي خلال الفترة المقبلة بإعادة المناطق المحررة بما فيها الآن أمريكا تصمت عن مسألة درج الميليشيات على قائمة الإرهاب، علما أنها مثل ما تقصف القاعدة الآن في 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 اليمن كان يجب أن تقصف هذه التنظيمات طالما أنها صنفت إرهابية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تغض الطرف إلى أن ترى نتيجة الانتخابات المقبلة. حتى رئيس الوزراء الآن لا يمكن أن يثير مثل هذه النقاط الخلافية وهو مقبل على الانتخابات يمكن أن تستخدم ضده للتنظير في الانتخابات المقبلة. لذلك ستترك هذه الملفات وستفتح مرة أخرى بعد أن تنتهي الانتخابات العراقية، وسنرى البوصلة الأمريكية تتجه إلى أين. أستاذ لبيد صميدعي، النجباء وحزب الله وبدر يعني هددت الوجود الأمريكي في العراق، ما مدى جدية هذه التهديدات من وجهة نظرك؟ مثل هذه التهديدات سمعنا منها كثيرا، وهي مجرد تهديدات كلامية ولا يمكن أن تترجم على الأرض، لأن هذه التنظيمات غير قادرة على مواجهة أمريكا. ثم أن التواجد الأمريكي كما تفضل ضيفكم في البداية تغير شكلا ونوعا وكما تغير. في البداية نعلم أن القوات الأمريكية دفعت في عدد هائل من قواتها وقوات الحلفاء من أجل احتلال بغداد والعراق والسيطرة عليه، ثم مع الزمن استطاعت هذه القوات أن تدرب قوات عراقية وثم تأسس جيش عراقي جديد، وأصبح الجيش العراقي بعدد وبتدريب جيد وبتسليح جيد جدا أيضا، بحيث استغنت أمريكا عن وجود قواتها وأصبحت هناك دماء محلية رخيصة بالنسبة لها تستخدم من أجل المحافظة على الوضع على الاحتلال على الحكومة التي أنتجها الاحتلال. ثم أيضا هذه القوات توفر حماية لقواتها المتواجدة في القواعد المنتشرة في العراق. اليوم أمريكا أصبحت تحتل أكثر من 10 قواعد في العراق، وهذه القواعد محصنة ومراقبة بشكل إلكتروني جيد، وهناك منطقة حرام، أرض حرام عمقها أكثر من 5 كيلومترات
تفصل هذه القواعد عن أي قوات أخرى. لا يمكن أن نتخيل أن القوات هناك ميليشيا تستطيع أن تتحرش في القوات الأمريكية المتحصنة في قواعدها، لذلك هذه من الصعب على أي قوة أن أي قوة ميليشيا قوة ميليشياوية أن تتحرش بالقوات الأمريكية. ثم أريد أن أضيف إذا تسمح لي إلى ما تفضل به ضيفكم الكريم، في حال فوز الحشد الشعبي بالانتخابات والقوات التي تمثله في الانتخابات القادمة، أمريكا تحسب جيدا لمثل هذا الاحتمال ومثل هذا السيناريو. أمريكا لديها أوراق لم تستخدمها بعد، الورقة الكردية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كلما كان هناك خلاف بينها وبين نظام الحكم القائم في العراق. يعني احنا شاهدنا أن الخطوط البيانية للعلاقات بين الحكومة بين أمريكا والحكومات العراقية صاعدة نازلة، فلذلك كانت الورقة الكردية تستخدم عندما كانت هناك علاقات متوترة بين أمريكا ونظام بغداد. إذا ما نجح الحشد الشعبي في الوصول إلى السلطة، أتوقع أن تستعيد العلاقات الكردية الأمريكية عهدها السابق وتستخدم وتوظف هذه الورقة، بالإضافة إلى الورقة السنية أيضا. من الممكن أنه تصبح هناك حالة غزل بين أمريكا وبين المكون العربي السني من أجل تحريضه وتأليبه ضد الحكومة الجديدة فيما إذا نجح الحشد الشعبي في تشكيلها. نعم، لا بلا شك أن الملف السوري هو مرتبط مباشرة بالملف العراقي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن يعني هناك تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال بأن موسكو تعتقد بأن الولايات المتحدة ستزيد من عدد قواتها في العراق. يعني بهذا التصريح يدفعنا للتساؤل، ما نقاط التصادم الروسي الأمريكي في العراق وسوريا؟ نعم، بداية أقول بأنه الإشكال الموجود سواء كان في العراق أو في سوريا أو في المنطقة بشكل عام بأن هناك مصالح اقتصادية لهذه الدول الكبرى، تحاول هذه الدول أن توظف هذه المصالح لمصالحها في دولها، وبالتالي يحدث مثل هذا الصراع الكبير جدا. يعني الآن إذا نظرنا إلى روسيا أخرجت من العراق، كانت لديها تعاون كبير جدا مع الدولة العراقية السابقة، من ليبيا أخرجت أيضا، من اليمن أخرجت، لا تبقى لها إلا سوريا، وبذلك ترى روسيا بأنها يجب أن تفكر مليا في المصالح الروسية في هذه المنطقة. يضاف إلى هذا بأن سوريا ولبنان وفلسطين وصولا إلى تركيا، هذه المنطقة تحتوي على كمية كبيرة من الغاز الطبيعي، هذا الغاز يصل إلى 340 تريليون متر مكعب في هذه المنطقة، وبالتالي تتقاتل عليه هذه الدول الآن بما فيها التواجد الصيني، التواجد الفرنسي، التواجد البريطاني في المنطقة. يضاف إلى هذا بأنه الاحتياطي عن النفط الكبير للعراق وللمنطقة أيضا يجعل منها ساحة ساخنة جدا لهذه المصالح هذه الدول الكبرى. أنا أعتقد بأنه عندما تسقط 5 طائرات في فترة قصيرة جدا في سوريا تعطي صورة واضحة لأهمية هذا النزاع الموجود، سقوط طائرة سيخوي 25 وسقوط طائرة الـ F-16، سقوط طائرتين تركية وسقوط طائرة إيرانية كانت باتجاه إسرائيل. يضاف إلى هذا بأن المشهد يزداد تعقيدا، يعني إسرائيل الآن دخلت كطرف رئيسي، الآن التهديدات الإسرائيلية بأننا سنضع خطوط حمر لإيران يجب أن لا تتجاوزها في العراق في المنطقة. يضاف إلى هذا بأننا سنتخذ من الإجراءات ما يحد الوجود الإيراني حتى داخل إيران، يعني التهديد الآن ليس للإيرانيين في سوريا وليس للإيرانيين في بقية المناطق، وإنما التهديد إلى إيران مباشرة. يضاف إلى هذا بأنه أمريكا سيطرت على كثير من آبار النفط والغاز في الفترة السابقة من خلال قوات سوريا الديمقراطية، روسيا تعمل من خلال الأدوات الميليشيات العراقية، من خلال أدوات النظام، ومن خلال الحرس الثوري الإيراني، إذن لديها أدوات تعمل من خلالها. يضاف إلى هذا بأن أمريكا الآن تعمل من خلال قوات سوريا الديمقراطية. يضاف إلى هذا الآن تركيا الآن تعمل أيضا من خلال الجيش السوري الحر في إذن جميع الأطراف تحاول أن توظف الأدوات لخدمة مصالحها، وبذلك يحصل التقاطع ما بين هذه الدول. إذن لماذا البعض يصف بأن الأرض هي ليست أرض صراع وإنما هو توظيف أمريكي للعنصر الروسي، وبالدليل أن هناك 200 جندي قد قتلوا روس يعني بنيران أمريكية؟
نعم، هذه مسألة قتل هذه الأعداد من الروس، هم من خلال شركة فانغر الذي تعتبر على غرار شركة بلاك ووتر الأمريكية في العراق، وهؤلاء متقاعدين أقول متعاقدين مع القوات مع النظام في سوريا، ويؤدون مثل ما تؤديه بقية الشركات الأمنية. ولكن من أعطى القرار؟ الآن السؤال الذي يطرح من قبل وزير الدفاع الأمريكي يقول من أعطى القرار لهذه القوات بالتقدم؟ هل هو القرار محلي أم قرار خارجي؟ إذا كان القرار محلي فسوريا لا تمتلك الآن تعطي مثل هذا الأمر، وإذا كان القرار خارجي فمن أعطى الأمر؟ علما أنه كان لدينا تواصل مع الروس طوال الفترة قبل الاشتباك وأثناء الاشتباك وبعد الاشتباك مع الروس. الخسائر قدرها وزير الدفاع الأمريكي من 60 إلى 150 شخص قتلى، يضاف إلى هذا يصل العدد إلى 300 شخص ما بين قتيل وما بين جريح من هذه القوات، وهي تعتبر خسارة كبيرة جدا أعطيت من قبل روسيا منذ دخولها إلى سوريا إلى الآن. إذا بدأ الصراع يأخذ طابع آخر ما بين روسيا وما بين أمريكا. اليوم تصريح لوزير الخارجية الروسي يقول بأنه يجب على أمريكا لا تلعب في النار في سوريا، ودخول أمريكا إلى سوريا هي لمصالح اقتصادية بحتة. إذن نحن نتكلم عن وجود أمريكي في 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 سوريا، وجود الأمريكي يهدد بتقسيم سوريا خلال الفترة السابقة من خلال السيطرة على هذه المنطقة وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بالدخول إليها. هل من الممكن أن تصل يعني تفاهمات تقسيم أو تقاسم النفوذ إلى مواجهات بين أمريكا وروسيا مستقبلا؟ نعم، هذه مطروحة بشكل كبير جدا. إذا لم يتم الاتفاق ما بين روسيا وأمريكا على الملف السوري وعلى الحل السياسي بما يخدم مصالح الطرفين، أنا أعتقد بأنه قد تتطور المواجهة بشكل كبير جدا خلال الفترة المقبلة ما بين روسيا وما بين أمريكا، وهذا رأي كثير من المحللين والخبراء في المنطقة. أستاذ لبيد، يعني حلف شمال الأطلسي أو الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ يعني أعلن عن خطط للبقاء بشكل أوسع في العراق، مع حديث العبادي الذي يتحدث عن خطة حكومية لخفض عدد قوات التحالف الذي في العراق. من وجهة نظرك يعني هل في هذا تناقض أم ماذا؟ طبعا واضح التناقض واضح، لكن التصريحات العراقية لا يستطيع أحد أن يأخذها يحملها على محمل الجد، خصوصا في هذا الوقت نحن مقبلون على انتخابات، والعبادي مضطر إلى إطلاق مثل هذه التصريحات من أجل إرضاء حلفائه ومن أجل الظهور بمظهر الشخص المستقل أو الظهور بمظهر أنه يحكم عراقا ذات سيادة، وهذا منافي للواقع. العراق فيما يتعلق بمسألة الصراع وخصوصا الصراع العسكري، وعندما يتكلم رجال كبار مثل ممثل أو رئيس الحلف الأطلسي أو متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو وزير خارجية أمريكية، لا يحق له أن يتحدث. يعني هم قالوا أننا انتصرنا على داعش، ثم ما لبثت أمريكا أن نفت هذا وقالت أن الحرب ما زالت مستمرة والحاجة إلى وجود قوات ما زال قائما. نحن لا نصغي إلى ما يقوله المتحدثون المتحدث العراقي. الوجود الأمريكي كما أسلفنا وكررنا في هذه المقابلة، الوجود الأمريكي باقي ويتمدد ويتعزز، وسوف لا يستطيع أحد أن يتكهن إلى متى سيظل هذا الوجود، طالما أن الحرب مستعرة في هذه المنطقة ومرجح أن تدخل الدول الأخرى في هذا المعترك القائم. فإذا كلام المتحدث باسم الحلف الأطلسي كلام واقعي. نعم أستاذ حاتم، يعني ما هي مهام القوات الأمريكية؟ ماذا يمكن أن تقدم في المستقبل مع الأخذ بنظر الاعتبار المعطيات التي يعني أضفتموها عن مستقبل الوجود الأمريكي في العراق؟ نعم، في اجتماع النوتة الأخير يعني ما بين وزراء الدفاع، أعتقد بأن المشروع قدم من الولايات المتحدة الأمريكية بالبقاء في العراق للفترة المقبلة. وفي البداية كانت هناك اختلافات كبيرة جدا على مسألة بقاء التحالف الدولي، ثم بعد ذلك تم إقرار البقاء في العراق للفترة المقبلة على أن تكون هناك مهام حقيقة ليست قتالية في العراق، وإنما تكون مهام تخص التدريب
وهناك مهام تخص الإسناد والدعم اللوجستي، وهناك مهام تخص المشاركة في العمليات أو في القيام بعمليات نوعية من قبل القوات الموجودة هناك، إضافة إلى العمل على إعادة الأمن والاستقرار في المناطق المدمرة أو المناطق التي تم استعادتها من قبل تنظيم الدولة، والعمل على ضمان عدم تدفق المقاتلين مرة أخرى إلى العراق على أن لا يشكلون خطر خلال الفترة المقبلة. يعني المهام التي يمكن أن يقوم بها التحالف الدولي خلال الفترة المقبلة يمكن أن نقول هي مهام عسكرية تخص الجانب التدريبي والتسليحي والدعم اللوجستي وما إلى ذلك من معلومات استخباراتية وما إلى ذلك يمكن أن تقدمها القوات الأمريكية خلال الفترة السابقة. ولكن مستقبل بقاء القوات الأمريكية في العراق كيف سيكون؟ أنا أعتقد بأنه لا زالت هناك تصريحات تصدر من قبل القوات الأمريكية تقول بأن تنظيم الدولة لا زال يشكل خطر كبير جدا في العراق ولم ينتهي وجوده بشكل كامل في العراق، لذا لن نخرج من العراق قبل أن نطمئن بأنه أن هذا التنظيم قد انتهى في العراق. وما يجري الآن من عمليات أعتقد في الحويجة وفي مناطق الرطبة ومناطق أخرى من العراق تعطي صورة واضحة على أن التنظيم على عكس ما أعلنته الحكومة العراقية خلال الفترة السابقة بأن التنظيم قد انتهى في العراق وأن انتهى تواجده بشكل كبير جدا. التنظيم لا زال يتواجد في بعض المناطق والسلاسل الجبلية في مناطق حمرين، ولا زال يتواجد في بعض المناطق الصحراوية، ولا زالت لديه بعض الخلايا النائمة التي يمكن أن تشكل تهديد في الفترة المقبلة. أنا أعتقد بأن تواجد القوات الأمريكية يشكل توازن كبير جدا مع النفوذ الإيراني في الفترة المقبلة، وبقاءه يعتبر مهم بالنسبة للقوات الحكومية مثل ما صرح رئيس الوزراء بأنه سنخفض قسم من هذه القوات، ولكننا بحاجة إلى دعم وإسناد جوي هائل خلال الفترة المقبلة. وحقيقة هذا تناقض في التصريحات الحكومية بشكل كبير جدا، فمن طرف يدعون إلى تخفيض الوجود الأمريكي ومن طرف آخر يدعون إلى التنسيق ويدعون إلى أنه يكون هناك إسناد جوي كبير جدا للقوات الأمريكية في الفترة المقبلة. أنا أعتقد بأن الوجود الأمريكي أو مستقبل الوجود الأمريكي في العراق ستحدده الفترة المقبلة بعد الانتخابات، لأنه أي طرف الآن يحاول أن يدعو لبقاء هذه القوات سيواجه بدعاية كبيرة جدا خلال الانتخابات لغرض التسقيط وما إلى ذلك. يضاف إلى هذا بأنه لا زالت لحد هذه اللحظة لم تجري هناك اتفاقات أو تفاهمات أمريكية إيرانية على كيفية حجم النفوذ الإيراني في العراق وفي المنطقة، فإذا لم يتم الاتفاق على الملف النووي الإيراني ولم يتم الاتفاق على حجم النفوذ الإيراني في المنطقة أعتقد بأنه سيكون هناك تصعيد كبير جدا في الفترة المقبلة. الملف النووي الإيراني ما مدى علاقته بالمرحلة المقبلة من حيث التعاطي مع الملف الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق من قبل أمريكا؟ أنا أعتقد بأن الملف النووي الإيراني يعني يشكل بالنسبة للأمريكان ولإسرائيل تهديد كبير جدا، خصوصا بعد أن قامت إيران بتطوير عدد كبير جدا من الصواريخ الباليستية التي تصل لمسافات بعيدة، وبذلك يعني حتى الآن ما يطرح في إسرائيل بأنه كانت هناك مناورات للجيش الأمريكي مع القوات الإسرائيلية خلال الفترة أو الشهر الماضي، تحاكي هذه المناورات هجوم من جهات متعددة، وهناك الآن ما يطرح في إسرائيل بأن قد تكون هناك حرب ثلاثية الأبعاد في إسرائيل، قد تواجه صواريخ من غزة وتواجه صواريخ من إسرائيل وأقول من سوريا وتواجه صواريخ من لبنان، إضافة إلى أنه المواجهة مع إيران قد تكون مباشرة من إيران أو من خلال الميليشيات العراقية. لذلك أنا أعتقد بأنه الملف النووي الإيراني هو أحد الوسائل الذي تحاول أمريكا أن تضغط على تعديل كثير من فقراته التي لا تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لك أستاذ العميد ركن حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري ضيفي في الأستوديو، وشكرا لك شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدعي الكاتب والمحلل السياسي. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله.